كتاب الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم، أختي الكريمة، اليوم وصلنا لقوله تعالى في سورة يوسف، ونستمر طبعا في هذه الرحلة مع هذه السورة المباركة التي بدأناها منذ أسابيع. نبدأ من قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات هي موضوع هذه الحصة المباركة من هذا اللقاء من برنامج إن في الجمعة ساعة. أخي الكريم، أختي الكريمة، اليوم نحن مع فصل آخر من فصول هذه القصة، كأننا نشاهد واحد المسلسل. كل مرة سيدي ربي سبحانه وجل في علاه ينتقل بنا من فصل إلى فصل. إذا الملاحظة رقم واحد أننا نلاحظ بأن الأحداث غادية في توالي، وحدث كيوصلك الحدث، وهذا يعني كيخلق نوع من التشويق والإثارة. فإذا بدأت عندنا القصة في الأول، طفل صغير جلس مع باباه كيحكي له الرؤية، شوية الوليدات الإخوة كيجيو عند الأب كيقولوا ليه راه بغيناك تخلينا كيخرج معنا لخونا نلعبوا معاه ونضحكوا معاه ونمتعوه ونتهلاو فيه. فتعطينك مشهد آخر ديال أنهم جاوا عند الأب يعني يحاولون إقناعه الموافقة. مشهد آخر داوه، حيدوا ليه حويجه، خلوه عريان في وسط البئر. مشهد آخر وفصل آخر أنهم جاو تيبكيو. مشهد أن سيدنا يوسف في البير وكيجي واحد مع واحد القافلة، يعني يتم إخراج يوسف عليه السلام من البئر، وكيبالك بأن سيدنا يوسف الآن غادي مع واحد الموكب مع واحد القافلة، وهو بلا ثياب لأنه كان في البئر، يعني كان بدون ثياب. ذاك القميص اللي كان لابس راح يدوه ليه، يبدو أنه بقى بديك الملابس اللي منها اللحمه. ثم كنشوفوا المشهد الآخر ديال سيدنا يوسف في سوق العبيد، سوق النخاسة، كيجي عزيز مصر يشتريه كيجيبه للدار، هذا مشهد آخر. وكيفاش أنه مكننا له في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني غادي يعيش معزز مكرم في هذاك البيت. الآن ننتقل إلى مشهد آخر وفصل آخر من فصول هذه القصة. وكنا آخر مرة أذكر أننا تكلمنا على هذه المسألة ديال أن الأحداث في الصورة ديال سيدنا يوسف يعني طالعة نازلة، شي مرات أحداث إيجابية، شوية أحداث سلبية، شوية أحداث إيجابية، شوية أحداث سلبية، وشبهناها بهذاك التخطيط ديال القلب، يعني كيبالك بأنه تيطلع حتى الفوق وتيهبط عاوتاني تحت وكيبقى غادي في حال كده، يعني طالع نازل طالع نازل طالع نازل. فنفس الشيء، وهذا الشيء كيخلي أننا حنايا كقراء للقرآن الكريم وكنحاولوا نتدبروا ونحاولوا نفهموا، كنقراوا قراءة واعية وكنحاولوا نعيشوا الحدث ونعيشوا القصة، يعني تشعر بأنه القرآن الكريم كأنه كيتحكم لك في المشاعر ديالك وكيدي المشاعر ديالك فين بغا. فشي مرات ملي كيبالك سيدنا يوسف هو في البئر بوحده، وتكلمنا الحصة الماضية أنه مبقاش نهار ولا يومين، يعني بقى واحد المدة زمنية معتبرة في ذاك البئر، يعني بالجوع وبالعطش وكذا، فكتحس بالخوف عليه وكتحس بالشفقة، وفي نفس الوقت كتحس بالحقد وكتحس بالغيظ وكتحس يعني واحد الشعور سلبي تجاه الإخوة اللي خلاتهم القسوة ديالهم أنهم يوصلوا لهذا الحد أنهم يرميوا أخوهم في البئر. ثم كتشوف عاوتاني ملي كيشريه العزيز ديال مصر وكيدخل القصر وكيقول للزوجه ديالو كيوصيها وتيقول ليها اكرمي مثواه وكذا، كتحس عاوتاني بالراحه وكتحس تقول ربي كبير ياك. الان عاوتاني غادي نجيو لواحد المشهد من المشاهد الصعبه، مشهد الابتلاء ومشهد الامتحان.
طيب البداية، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وصل درجة الكمال القوة، ياك وصل درجة النضج، وصل للرجولة، ياك. ولما بلغ أشده، وكلمة الأشد داخل الكلمة أختي الكريمة، أشد كل شيء شنو هو؟ هو الاكتمال ديالو، يعني ديك الصفات اللي كتكون فيه صافي ظهرات وكملات ونجات وبانت، فكتسمى الأشد، ياك. إذا هنا ملي كيقول الأشد، إذا كيتكلم على القوى البدنية، القوى الفكرية، القوى الجسدية، القوى النفسية. معناها أن سيدنا يوسف وصل لواحد المستوى، ديك الهبات وديك العطايا وديك الهدايا اللي عطاها سيد ربي في الشخصية ديالو التي فطر مولى الكريم عليها سيدنا يوسف، يعني اكتملت. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما. في القرآن الكريم أخي الكريم أختي الكريمة، ملي كتلقى ذكر الحاكم في القرآن أو الحكام بهكذا بصيغة الجمع، شنو كتعني؟ راه ما كتعنيش حكام كيف كنعرفوا اليوم. يعني إحنا اليوم ملي كتقول الحاكم أو الحكام كتقصد بها رؤساء الدول، كتقول حكام الدول الأوروبية ولا العربية ولا كذا، هذو الاستعمال ديالها اليوم. لكن في القرآن الكريم راه ماشي هذا هو المعنى، ياك. قال تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالإثم وأنتم تعلمون، لاحظتي؟ إذن هنا شنو المقصود بالحكام؟ المقصود بها القضاة. إذا الحاكم هو القاضي. فإذا هنا ملي كيقول لك سيدي ربي وآتيناه حكما، إذا قاضي شنو الأشياء اللي خصها تكون عنده؟ أنه عنده حكمة، وأنه كيعرف يميز ويفرق بين الحق والباطل، كيعرف الحدود ديال الحق والحدود ديال الباطل، فين كينتهي الخير وفين كينتهي الشر، كيعرف السيء الحدود ديال الأمر السيء والحدود ديال الأمر الجميل وهكذا. إذن عنده فقه بالأمور، عنده فقه بالأمور، يعني كيعرف يميز بين الخير بين الشر بين المعروف والمنكر، يعني عنده هاد الحكمة هذه، هذا التصور هذا عنده. وأتيناه حكما، ياك. طيب احنا قلنا وبلغ أشده في القرآن الكريم، هذه الآية مذكورة في القرآن الكريم، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. معظم الناس اللي كيوصل للأربعين كيكون وصل القوى العقلية والنفسية والفكرية والجسدية، كيكون وصل القمة. ولما بلغ أشده، إذا ممكن يكون هذا الشيء عطاه سيدي ربي لسيدنا يوسف عليه السلام قبل ما يوصل 40 سنة، ممكن، لأن العلماء لهم تفاسير ولهم يعني مجموعة من الأقوال في هذه القضية. ولما بلغ أشده، كي اللي قال 30 سنة، كي اللي قال 25، كي اللي قال 35، كي اللي قال 40. إذا هي أقوال سيدي ربي لم يفصح على السن، لأنه مش هذا هو المهم. المهم هو أنه بلغ أشده، بلغ ذلك، وصل لدرجة الكمال البشري في هذه الصفات اللي فطره الله تبارك وتعالى عليها. إذن آتيناه حكما، حكما أنه عنده القدرة ديال إصدار الأحكام، ياك، يميز بين الحق والباطل والخير والشر والسيء والحسن والجيد والقبيح، ياك. وعلما، آتيناه حكما وعلما. إذن هنا سيدي ربي سبحانه وتعالى كأنه النبوة، هنا كيتكلم على النبوة، فسرها وفصلها وقال هي حكم وعلم، آتيناه حكما وعلما أمورها. قال: وكذلك نجزي المحسنين. طيب هنا أخي الكريم أختي الكريمة، علاش ما جاش سيدي ربي وقال لنا ولما بلغ أشده آتيناه النبوة؟ علاش شرحها وفصلها وقال حكما وعلما؟ لأن النبي هكذا عنده علم من الله جل في علاه، علم لدني كيتلقاه من الله تبارك وتعالى مباشرة، وأيضا عنده ديك القدرة ديال الفصل بين الناس والتمييز بين الحق والباطل ومعرفة الحدود ديال الخير من حدود الشر. أنا علاش سيدي ربي لم يذكر النبوة وذكر الحكم والعلم؟ هنا الأخر ديال الآية يجيبنا على هذا السؤال. قال تعالى في آخر الآية: وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين، كأن سيدي ربي تيقول لنا النبوة هذه كنعطيها لواحد الصنف من الناس وهم مختارين من الأزل، وما يمكنش يجي شي واحد وياخذ ديك النبوة. مازال الأنبياء معروفين عند الله تعالى، 124,000 نبي، يعني هادو محددين مسبقا. ولكن هاد القضية ديال العلم والحكم راه ممكن نعطيها لشي ناس اللي ماشي أنبياء. داكشي علاش قلك وكذلك نجزي المحسنين. إذا الطريق للوصول إلى العلم والحكم هو الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين.
وشنو الإحسان؟ هو أعلى مقام كاين في الدين، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن المحسنين سيدي ربي كيعطيهم واحد الجزاء عاجل في الدنيا قبل الآخرة، وهو الحكم والعلم. تنور الله تعالى البصائر ديالهم، تيعطيهم واحد الفطنة، واحد الذكاء معين، كيعطيهم واحد القدرة على التفريق بين الخير والشر والمنكر والباطل، ياك. وهذا جزاء معجل في الدنيا قبل الآخرة، وكاع المحسنين في كل زمان ومكان سيدي ربي تيكرمهم. لذلك قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. تتلقى بعض الناس أخي الكريم أختي الكريمة، ناس محسنين في علاقتهم مع الله تعالى، مجتهدين في العبادة، يتقربون إلى الله بالنوافل وأعمال الخير وأعمال البر، الصدر سليم، ما فيه حقد، ما فيه غش، ما فيه كبر، ما فيه حسد، ما فيه بغضاء، ما فيه شحناء، وكتلقاه يعني سبحان الله يعني أخلاقه طيبة جدا ومتواضع ويحسن الظن بالآخرين. هاد الناس هادو كتقدر تلقى بأنه أمي، ما عندوش مستوى تعليمي كبير، كتقدر تلقى مثلا بأنه ما قراش في المدرسة مثلا، ولكن ملي كتجلس معاه وكيتحدث وتسمع كلامه تجد بأنه عنده علم. الرجل ما قراش، ما قرأت كتاب، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن عنده علم، كيتكلم بالعلم وكيتكلم بالحكمة. علاش؟ لأن ربي علمه. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. لأن وآتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. على مدار العصور المحسنين ربي تعلمهم، على مدار العصور ربي المحسنين تعطيهم الحكمة. ثم غندخلوا الآن في الصح، غندخلوا الآن في أعظم وأخطر مشهد كين في القصة، هنا غادي تبدل الأحداث كلها. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. احنا كنقراوها بورش ياك، قراءة نافع هكذا، هيت لك. إلا كتسمعوا لبعض القراء خصوصا المشارقة منهم في بعض المقاطع المسجلة من سهرات قرآنية، كتلقى بأنه كيجي لهذه الكلمة هذه ويقرأها بقراءات متنوعة، لأن قرأت هيت لك هي اللي عندنا احنا في القراءة ديال نافع، قرأت أيضا هئت لك هكذا بالهمزة، احنا ما تنطقوش ديك الهمزة، وعند ابن كثير مثلا يقرأها هيت لك، هيت لك ياك، والقراء الآخرين كيقرأوها بهيت لك ياك، مثلا في حفص غتلقاوها هيت لك. وهذه كلها طبعا لغات، كلها لغات. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، شنو هو المعنى ديال كلمة أو فعل وراودته؟ المراودة أخي الكريم أختي الكريم شنو هي؟ هي أن الرجل يطلب من المرأة أن تسلمه نفسها، أو العكس، أو المرأة تطلب من الرجل أن يسلمها نفسه، بمعنى هي مجموعة من الحركات الإغرائية. شوف وراودته هنا راه فيها كلمات تقال كلام، سيدنا يوسف سمع من زليخة كلام ديال الإغراء، سيدنا يوسف شاف في الهيئة ديال زليخة الإغراء، بمعنى هادشي كله لخصه القرآن الكريم في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى وراودته. تنقول راوده يراوده مراودة، بمعنى أنه طلب منه فعل هذا الأمر. ثم قال تعالى: التي هو في بيتها. وهاد كلمة التي هو في بيتها أش كتعني؟ كتعني بأن سيدنا يوسف راه الآن في موقف لا يحسد عليه، أنه هاد السيدة راه عندها عليه واحد السلطة، راه مولة الدار، راه السيدة. التي هو في بيتها أنه إذا رفض فإنه مهدد بأنه تطرد، ما يبقاش عايش معها في الدار. التي هو في بيتها كتعطيك عاوتاني واحد المعنى آخر، أن هذاك الاختلاط وهذيك الخلوة وهذيك المخالطة اليومية هي اللي وصلت لهذا الشيء، هي اللي خلاتها أنها توصل. نهار الأول شافت شوية، بدأت كتفكر شوية، قالت علاش وكيفاش ويمكن وش نقدر وإمتى ولحتي. فإذا هنا هذا الذي هو في بيتها يعني ذاك الاحتكاك اليومي 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 اليومي. الرجل كيخرج، السيد عنده منصب كبير في الدولة،
يعني اليد اليمنى لملك مصر في هذاك الوقت، فعنده مشاغل كثيرة، وعنده يعني الراس ديالو عامر، ومن التزام لالتزام ومن سفر لسفر وكذا. السيدة عندها فراغ، وقلنا ما عندهاش الأبناء، وكتعيش في الترف، وكتعيش في الخير، وكتعيش في النعيم، عندها كل شيء. فذاك الاحتكاك اليومي وذاك الخلوة المباشرة مع سيدنا يوسف وصلت لهذا المواصل التي هو في بيتها، عن نفسه تريد منه أن يسلمها نفسه، تريد منه أن يسلمها نفسه، بمعنى تريد منه المعصية، بغات الفاحشة، لأنها وصلت معه لواحد درجة ديال العشق والحب، أنها ما بقتها تفكر في شي حاجة، استولت عليها الشهوة. وراودة التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وشوف ديك وغلقت وما قالش وأغلقت، قال وغلقت، بمعنى أنها ماشي سدات، لا رازات، سدات مزيان. يعني الأبواب إذا كان الباب مثلا كيتحل بالساروت بالمفتاح، راه سدات هذيك كنقولوا حنا الساقطات، ياك الأقفال الداخلية سدات. يعني إذا كان الباب مثلا فيه جوج ديال الأقفال، واحد كيتحل بالمفتاح وواحد كيتسد من الداخل، هي سدات بالمفتاح وسدات للداخل. إذا كان الباب فيه ثلاثة ديال القفولة، راه سدات ثلاثة ديال القفولة، بمعنى أحكمت إغلاق الأبواب كلها. يعني ذاك المكان اللي كانت فيه، يعني كاع الابواب، يعلم الله البيت ديال ديك الغرفه، والبيت ديال ذاك الجناح، والباب ديال الدار، والباب ديال كذا، والباب ديال كذا، يعلم الله شحال من باب. سيد ربي قال لك الابواب، لان فين قلنا كتعيش في قصر، ماشي كتعيش في شقه، كتعيش في قصر ياك. وقالت هيت لك، اذا هنا بصريح العباره كتقول له هلم الي. ولكن شوف الروعه والعظمه ديال القران الكريم، يعني ملي كتقراه لا تشعر بالخجل، تنقراه في الصلاة والواحد كيبكي تتخشع. وهذه الروعة دي القرآن، بأن هذا الكلام هذا كلام الله تعالى، ماشي كلام البشر. لأنه لو كان كلام البشر كتحس بأن فيه إثارة وكتحس بأن، ولكن حيث هو كلام الله تعالى، تقراه المرأة ويقراه الرجل، وتقراه حدا والديك، وتقراه حدا ولادك، ولا تشعر أبدا أبدا لا بالخجل ولا بالإحراج. شتي حنا ملي كنبداو نفصلوا وكتبغي تطلق شوية الخيال وتحاول أنك تكون واحد الصورة في الدين ديالك، راه تيبان لك، ولكن ملي كتقرا القرآن لا تشعر بالحرج أبدا. وهذا يعني من الأدلة على أن هذا كلام الله معجز، ماشي كلام ديال البشر. قالت هيت لك، وقلنا هيت لك، هيئت لك، بمعنى داخل فيها هذه المعاني كلها ديال أنها كتقول له يا إما هلم إلي، أنا الآن تهيأت لك، ياك أنا الآن مستعدة، هذا كله معاني. أش قال سيدنا يوسف عليه السلام هو المحطوط في هذا الموقف الصعب اللي يعني لا يحسد عليه؟ شنو قال؟ الإنسان المؤمن أخي الكريم أختي الكريمة اللي تيخاف الله جل في علاه، ملي كيتحط في شي موقف صعب اش كيدير؟ ملي تيكون في واحد الموقف لا طاقة له به اش كيدير؟ يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله ويهرع إلى الله، وهو اللي كنسميه الاستعاذة بالله، هو اللي قال عليه الله تعالى في الحديث القدسي ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أي ولئن احتمى بي لأحمينه. ملي كتجي واحد الحاجة فوق الطاقة ديالك وصعيبة وما قادرش عليها، كتمشي عند سيد ربي، يا ربي احميني من هذه. الآن الشيطان سلط عليا هذه المرأة هذه، ياك يا ربي لما حميتينيش، لما كنتيش معايا، لما وقفتيش معايا نقدر. قال معاذ الله، إذن أطلب إعاذة الله، أطلب حماية الله، ياك. نعود نقرأ الآيات. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. طيب أنا واحد القضية في الحقيقة جاتني الآن لبالي وأحب أن أشير إليها ومهمة جدا، هذا الكلمة اللي قلنا قبيلة ديال هو في بيتها، إذن رجل غريب بعيد على الأهل، بعيد على العائلة، بعيد على المعارف، ماشي في مدينته، ماشي في بلاده، ما تعرفو حتى شي واحد، والمعصية كتكون ساهلة ملي كيكون الإنسان خارج الحدود، خارج المدينة التي يسكن فيها، ما تعرفو فيها حتى شي واحد، كتكون ساهلة عاوتاني ملي تيكون هو مطلوب ماشي طالب. إذن سيدنا يوسف هنا راه مطلوب ماشي طالب، السيدة عندها واحد السلطة وعندها المال وعندها، فبالتالي عنده عذر بين قوسين، يعني يقول واش غادي ندير، وغادي نبقى بلا سكنة، وغيجريو عليا، غنبقى بلا خدمة. لاحظتي؟ إذا الظروف كلها كانت صعيبة، الظروف كلها كانت صعيبة. أنا التي هو في بيتها، وأنا بصراحة كنفهم واحد الفهم والله أعلى وأعلم، يعني ذكره بعض المفسرين ويعجبني هذا القول، هذا هو في بيتها. علاش ما قالش سيدي ربي وراودته امرأة العزيز؟ علاش ما قالش وراودته زوجة العزيز؟
ياك كان ممكن يقول امرأة ولا زوجة، علاش جابها بهذه الصيغة التي هو في بيتها؟ داكشي اللي قلنا قبل راه صحيح، باش يبان بأنه الظروف كلها كانت ضد سيدنا يوسف، باش يبين لنا السبب لماذا وقعت هذه الواقعة. ياك قلنا أنه كاين اختلاط، مادام أنه هو في بيتها عايش معها، إذا هناك احتكاك واختلاط يومي وكلام وكذا، يعني كاين هذا الأمر. ثم كاين واحد القضية أخرى، وهي أن الله تعالى ملي كيتكلم على المرأة في القرآن الكريم دائما تيعطيها هذيك الصفة ديال الستر، سيدي ربي كيبغي يستر المرأة. ما عرفتش واش طرحتي شي مرة السؤال، علاش في القرآن الكريم ما عندناش النساء مذكورات؟ علاش سيدي ربي ما ذكرش مثلا أمهات المؤمنين بالأسماء ديالهم مثلا؟ علاش ما ذكرش مثلا زوجة نوح بالاسم ولا زوجة فرعون بالاسم؟ ذكر فقط السيدة مريم، لأن المقام يقتضي أن هذه خصها تبان، ما خصنيش نسترها، خصها تبان. علاش؟ لأنهم تيقولوا بأنها ولدت الإله، إوا خصني نقول بأن هذا اللي كتقولوا عليه إله ورب راه عنده واحد الأم، راه الاسم ديالها مريم بنت عمران الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن. هنا تيقول حتى كلمة زوجة أو امرأة ما ذكرهاش سيدي ربي هنايا، قال التي هو في بيتها. هذه المرأة في لحظة ضعف بشري، فحد اللحظة لعب بها الشيطان، فربي يعني اكتفى بذكرها بهذا اللفظ التي هو في بيتها، ودار هكذا اسم موصول التي هو في بيتها، أشار إليها هذيك اللي في بيتها. فاصل ثم نواصل. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخي الكريم أختي الكريمة، كنتكلموا على المشهد ديال المراودة، وقفنا عند قوله على لسان يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذن هنا يستعيذ بالله، يطلب الإعاذة من الله جل في علاه، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، وقرئت إنه ربي بلديك الفتحة فليا، إنه ربي أحسن مثواي. هنا سيدنا يوسف واش كيقصد؟ الرب اللي هو الله جل في علاه، أو كيقصد الرب اللي هو رب البيت؟ ياك لأن رب الشيء أي مالكه، بمعنى إلا قال في ذاك الوقت، يعني قلنا احنا بأن سيدنا يوسف تباع في سوق الرقيق، ياك بمعنى أن السيد ديالو هو ربه، أنه عبد. إذن هنا شنو كانت يقصد؟ هل يقصد المعنى ديال إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي ربي، أو إنه ربي أي رب البيت الذي اشتراني من السوق؟ الله أعلى وأعلم بأنه ممكن يكون سيدنا يوسف أول النبي، إذن يجيك البالك أول حاجة هو أنه كيقصد الله تبارك وتعالى، هذا معنى ومعنى صحيح. ثم ممكن يكون يقصد أيضا هذا المعنى الثاني، أي إنه ربي أي هاد عزيز مصر، بمعنى أن هاد العبارة تحتمل المعنيين معا، المعنى ديال الرب القدير الكريم سبحانه جل في علاه، الذي يعني عرفه بهذا الرجل هذا، واللي قبل منها أنقذه من البئر وأنقذه من الموت المحقق سبحانه تبارك وتعالى. والمعنى الثاني أيضا صحيح، يعني العزيز صاحب القصر، لأنه فعلا أحسن مثواه في البيت، ملي قال للزوجة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قلنا وأتينا حكما وعلما، يبدو أن سيدنا يوسف يعني من فرط ذكائه أنه استعمل واحد الكلمة اللي فيها المعنيين، يعني هو قصد بها مثلا إنه ربي سبحانه جل في علاه، ولكن امرأة العزيز كافرة، أش غتفهم؟ غتفهم ربي مول القصر. أن الله تعالى في عبارة واحدة أعطاك فيها المعنيين بزوج. إنه لا يفلح الظالمون. إذن هنا سيدنا يوسف محطوط في أحد المواقف ديالاش ديال الخيانة، أنه يخون هذاك الرجل اللي دار فيه الخير، أنه يدير الخيانة مع امرأة متزوجة. شوف هنا سيدي ربي شنو قال، إنه لا يفلح الظالمون. إذن الخيانة ظلم، الخيانة ظلم،
إنه لا يفلح الظالمون اللي مشى تدخل في هذا الطريق هذه ديال نخليونا حنا نسميوها الخيانة، اللي مشى تدخل في هذا الطريق ديال الخيانة لا يفلح أبدا. دارو كتخرب كيتشتت، الخراب يصيب بيته، بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ياك بمعنى أنه هاد الطريق طريق ديال ماشي ديال الفلاح وماشي ديال النجاح، وإنما هي طريق الفشل وطريق الهزيمة وطريق الذل وطريق الفقر. أن سحر الساحر لا يفلح، لا ممكن يفلح سحر الساحر، ولكن هذاك الإنسان الذي يشتغل في هذاك المجال لا يفلح أبدا، وخا عنده أموال كثيرة وخا كذا كيلقى بأنه حياته ماشي هي هذيك. إنه لا يفلح الظالمون، وطبعا أي ظلم كيف ما كان الظالم لا يفلح أبدا. أن شنو الفلاح في القرآن؟ ما غتلقاش كلمة النجاح، غتلقى الفلاح، لأن النجاح هو واحد الأمر دنيوي، وممكن الإنسان ينجح هنايا ولكن في الآخرة مشات ليه. نجح في الدنيا، حقق واحد النجاح معين في مجال من المجالات في الدنيا، ولكن في الآخرة ما كيناش مثلا. ولكن ملي تيقول لك الفلاح، إذن هو الفوز النهائي، الفوز في العاقبة، الظفر في العاقبة. ملي كتقول الفلاح هو ذاك الإنسان اللي نجح في الدنيا ونجح في الآخرة. فإذا كان النجاح في الدنيا كيوصلك للنجاح في الآخرة، هذا كيتسمى فلاح. إذا كان ذاك النجاح كين حد الدنيا وما غاديش يفوت الدنيا والآخرة ما كين حاجة، ما كيتسماش هذاك فلاح، هذاك نجاح دنيوي. إنه لا يفلح الظالمون. وقلنا مرارا وتكرارا بأن الظلم ما هو؟ الظلم هو تجاوز الحد، الظلم هو تجاوز الحد. أنا سيدنا يوسف بين زليخة، هذا هو الاسم ديال زوجة العزيز، أن هذا الأمر اللي انتي كتطلبيه مني راه ظلم كبير، وأعظم عقوبة فيه هو أنني أحرم الفلاح. وبين لها بأنه ما عندوش النية أنه يدير ظلم، ما عندوش هذا الاستعداد وما عندوش هذا الرغبة. ثم يقول سبحانه جل في علاه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فاصل ثم نلتقي بعده مباشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، هاد الكلمة ديال المخلصين قرأت المخلصين وقرأت المخلصين. احنا في الرواية ديالنا في القراءة ديال نافع برواية ورش كنقراوها بفتح اللام، تنقراو المخلصين. ياك شنو الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ فملي كتقول مخلص، اذا كاين انسان وكاين الله جل في علاه. فملي كتقول مخلص، انت كتتكلم على الانسان بانه مخلص، مخلص في الاقوال ديالو، مخلص في الافعال ديالو. وملي كتقول مخلص بالفتح، أن الله تعالى هو اللي أعطاه هذاك الإخلاص، أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه وأعطاه هذه الصفة ديال الإخلاص. إذن مخلص من نفسه، هو في أفعاله في أقواله هو دير مجهود باش يكون مخلص. ما كتقول مخلص، الله تعالى اصطفاه وأعطاه هذه الهيبة هذه، لأن كيف جاء في بعض الآثار: الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحب من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده. هذا سر من أسرار الله تعالى، هيبة من عند الله. فملي كتقول مخلص، إذا الله تعالى اصطفى وعطى الإخلاص لهذا، وهذا الإنسان هذا مخلص. إذا نشوف الحركة فتحة وكسرة كيفاش المعنى تغير. ولقد همت به، هنا بغيتي توقف وقف ياك. ولقد همت به، احنا في الوقف الهبطي عندنا في رواية ورش كان وقفه ولقد همت به، وقف هنايا بمعنى انه فعلا همت هي به، وما توقفش في قوله سبحانه وهم بها. الى وقفتي هنا هذا وقف غير جائز، هذا وقف حرام. هذا علاش؟ لانه كغيرتي المعنى.
ما يصلحش، لا يستقيم المعنى انك تقول في حال هكذا مثلا ولقد همت به وهم بها وتوقف. لا، الا وقفتي اذا هنا خربقتي المعنى كله. وشنو الصحيح؟ الصحيح انك تقول وهم بها لولا ان راى برهان ربه، وهم بها لولا أرى برهان ربي. وكاين شي فرق؟ معلوم كاين فرق، حنا غادي نشوفو ان شاء الله. قبل ما نشوفو هذا الفرق خلينا نعرفو بعدا شنو هو الهم. ما هو الهم؟ شوف سيد النبي عليه الصلاة والسلام عنده واحد الحديث صحيح ذكره الإمام النووي في الأربعين، تيقول فيه من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وفي شطر من آخر من الحديث ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. إذن شنو الهم هنا؟ وهذا كنا تكلمنا عليه زمان في أحد البرامج، كنا تكلمنا واحد المرة على هذه القضية دي الهم، ما معنى الهم. وقلنا الهم شنو هو؟ هو أن الإنسان قبل ما كيدير واحد الفعل كاينه مجموعه من الاحداث، مجموعه من الوقائع كتوقع في الذهن. شنو هي هذه؟ اول حاجه كيسميوها العلماء الخاطر. شنو الخاطر؟ هو انه كتدوز واحد الفكره دازت ولكن تدوز بسرعه. طيب هذيك الفكره الى عاود رجعات وعاود رجعات وعاود رجعات كتولي هاجس المرتبه الثانيه. إلى ذاك الهاجس وصل واحد المرحلة أنه بدأ كيشغل الإنسان في دماغه وكيستولي على واحد الوقت كبير من التفكير دياله، ولا وبدأ كيتكلم صوت داخلي في الداخل دياله كيبدأ يناقش ديك الفكرة وتيحاول يفهمها كيتسمى حديث النفس. إذا وصلنا ثلاثة المراحل. من بعد شنو كين؟ كين الهم مرتبة الرابعة. أمورها شنو كين؟ كين العزم اللي هو الفعل. صافي، إذن راه ماشي كتجي فكرة وطبقتيها، لا، هي راه كتدوز بهاد المراحل، ويقدر هاد المراحل كلها تكون في دقيقة، بجوج دقائق. ما نفهموش بأنها كتطلب شي وقت كبير، ممكن تاخذ وقت وممكن ما تاخذش وقت. إذن أول حاجة كيجيك خاطر، تدوز واحد الفكرة بسرعة، والإنسان راه تخطر على باله في اليوم مئات الآلاف ديال الأفكار. درس دراسات في جامعات أمريكية لقوا مئات الآلاف من الأفكار، والغريب والعجيب في هذه الدراسات هو أنه لقوا بأن أكثر من 80% ديال الأفكار التي تخطر على ذهن الإنسان أفكار سلبية ماشي زوينة، وربي يؤكد هذا، إن النفس لأمارة بالسوء. طيب هنا زليخة شوق عليها. إذن جاها واحد النهار خاطر، كتشوف بأن الشاب اللي عندها عبد خادم في الدار، نقولوا إحنا كان عبد عايش معهم في الدار كأنه واحد من أهل البيت، بدأت كتلاحظ بأنه في الجسد دياله ولات واحد الشكل، واحد الجمال خارق، داك الشيء ماشي طبيعي. رقم واحد. رقم زوج، اللي دازت هذيك الفكرة واحد النهار ماشي دازت ومشات، عاود رجعت وبقات كتجي وكتمشي، فولات هاجس. واحد الوقيتة بدات حديث نفس، ولات كتجلس مثلا وسيدنا يوسف غادي جاي تيقضي الاشغال وكذا، وهي تشوف فيه وتحدث نفسها وكتقول ويمكن زعما وكي غندير. هذيك الافكار بدات كتدور ليها في الدماغ، ووصلت لمرحله ما قبل الاخيره وهي الهم، بمعنى انها صافي الان وصلت لديك اللحظه ديال صافي انا غندير هذا الفعل. تيكون الانسان غادي هنا بواحد السرعه جنونيه، صافي مقبل بإرادته كلها على أنه يطبق هذا الأمر، هذا يدير هذا الفعل، لأن مورا الهم شنو كين؟ كين العزم. إذن الهم هو واحد الحركة نفسية، واحد اللي صافي ما بقى بينك وبالفعل إلا خطوة. طيب ما كيبانش لك أخي الكريم واختي الكريمة بأنه هنا اللي شرحنا كلمة الهم، وقلنا بأن الهم هي واحد المرحلة نفسية قبل ما كنديروا واحد الفعل كتكون قبل العزم، يعني قبل ما يتطبق هذاك الامر. داكش علاش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شنو قال لنا في الحديث؟ من هم بالحسنه، بمعنى انه جاه الخاطر وشويه كان عنده هاجس وشويه كان حديث نفس، وفي واحد اللحظه صافي قرر قرارا جازما بانه صافي غادي يدير هذا الامر، هذا غادي يدير هذه الحسنه هذه. ثم جا واحد المانع حال بينه وبين تلك الحسنه، فربي تيكتب لي لانه خطط وفكر وكذا وكذا، بقى عنده العزم، هو دابا غيدير العزم بانه غادي يدير هذا الامر هذا، لأنه العزم هو آخر مرحلة كاينة بعد الهم. طيب واش ما كيبانش لك هنا بأن السيدة راه ماشي بقى في التفكير، السيدة راه في الفعل، بدليل الآية السابقة
بدليل الآية السابقة. شنو هي؟ هي وقالت هيت لك، أي تهيأت لك، أنا مستعدة. إذن هاد هيت لك هذا فعل، كيبان لنا في الصورة بأنه الآن فعل. السيدة ماشي مازال كتفكر واش ندير ولا ما نديرش، لا صافي هي دارت أصلا وسدت البيبان وكذا. إذن ولقد همت به وهم بها، ما كيتكلمش هنا على الفاحشة، تكلم على شي حاجة أخرى. ولقد همت به وهم بها، ما كتكلمش هنا على الفاحشة، بدليل أن سيدي ربي أشنو قال من مراها؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن السوء حاجة والفحشاء حاجة. الفحشاء هي ديك المعصية، معصية الزينة، هذه فحشاء. ولكن سيدي ربي قال لنصرف عنه السوء وعاد الفحشاء. إذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذا الفحشاء. ولقد همت به وهم بها، أنا كاين شي أمر آخر همت به هي، وهو ما جاش هذا الأمر هذا أصلا في باله أنه يديره. إذن ما هو هذا الأمر؟ هنا بعض المفسرين كيقولوا ولقد همت به، أي من اللي رفض، من اللي قالت له هيت لك واستعدت ووجدت وتقادت ودارت الشيء كله على وده، وفي الأخر لقت منه الرفض، هنا غضبت غضبا شديدا. ولقد همت به بمعنى أنها وصلت لواحد الدرجة ولات كتقول دابا غادي نضربه. ولقد همت به، قلنا بأن الهم قبل من الفعل، إذن هي شي حاجة اللي مازال ما دارتهاش. شنو هي الحاجة اللي مازال ما دارتهاش؟ هي أنها تضربه، لأن السيد من اللي رفض، من اللي وجهها بالرفض، وهي امرأة العزيز، ما كاينش شي واحد يرفض ليها شي أمر، هنا خلق عندها واحد رد الفعل أنها كتقول مع راسها نعاقبه. ثم تيقول سيدي ربي سبحانه وجل في علاه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن ما يمشيش بالنا احنا هنا مع وهم بها ونفكروا في لا، هنا كنتكلموا الآن لو حاجة أخرى على العقاب، أرادت أن تعاقبه. طبعا هادشي سادات المفسرين هكذا كيبان ليهم ياك، وهذه أقوال مختلفة ديال العلماء، كاين اللي أول مرة غادي يسمع هذا التفسير بهذا الشكل هذا، ولكن راه سادات المفسرين ذكروا هذا في كتبهم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذن هنا لم يهم بها. ما معنى لم يهم بها؟ علاش قبيلة قلنا ما خصكش توقف عند قوله وهم بها؟ لأن إلا قلتي وهم بها إذن تهو راه كاين تفكير، على الأقل راه كاين تفكير. جاب ديك الكلمة ديال لولا، لولا أداة امتناع، إذن هي همت بضربه، همت بمعاقبته ديك الساعة، لأن هذاك الرفض وهذاك الصد كان قاسي جدا على نفسيتها، فبالتالي كانت غدير واحد ردة الفعل هي أن تضربه. ياك هو السيدة متهجم عليه تريد منه الفاحشة، لولا أن رأى برهان ربه. في سورة القصص تتكلم سيدي ربي على أم موسى لما ألقت بابنها في اليم، أشنو قال؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، بمعنى أن السيدة شوية كانت غادي تخرج وتبدأ تغوت وتقول عباد الله راه مشى ليا ولدي، بغيت ولدي، وتفضح كل شيء. إذن الهم من سيدنا يوسف ما وقعش. عن أي هم؟ أنا ما كنتكلمش اليوم على هم الفاحشة، لا، هذاك لا يخطر أصلا ببال سيدنا يوسف أصلا. الهم الذي نتحدث عنه هو الهم أنه يعنفها، ما جاش الباله أصلا لولا أن رأى برهان ربه. ياك كأن والله أعلى وأعلم، من كتقرأ كتب التفسير كتلقى بأن شاف با، شاف سيدنا جبريل، شاف شي حاجة مكتوبة في الحيط. من يدري أن سيدنا يوسف عليه السلام في هذه اللحظة رفع عنه الحجاب وشاف المستقبل ديال هذه السيدة، شاف بأن هذه السيدة هذه سوف تتوب وستحسن توبتها في النهاية. من يدري بأنه في هذه اللحظة رحم ضعف هذه المرأة لولا أن رأى برهان ربه. إذن لم يتصرف معها بالعنف، ولم يتصرف معها بشي تصرف، هو فقط يعني امتنع
هي لما امتنع فكرت أنها تضربه، همت أن تضربه أن تعنفه، فهو ما كان منه إلا أن جدار. تتمت الآيات. نأخذ فاصل ثم نلتقي بعده مباشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كيقول سيد ربي على سيدنا يوسف. إذن شفنا المشهد، أن قلنا إحنا حاولنا نعطي واحد الصورة أخرى، أن سيدنا يوسف لما رفض اللي قالت له هيت لك راودته عن نفسه وقالت هيت لك وكذا، يعني رفض وامتنع بشدة واستعصم. هنا السيدة يبدو أنها أرادت أن تعنفه، أرادت أن تضربه، فهو يعني من أخلاقه وعفته ونبل عنصره ومحتده رضي الله عنه وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهو يعني لم يواجه ذاك العنف ديالها بعنف، كادت أن تعنفه وخحطته في هذاك الموقف، إلا أنه يعني من أخلاقه ما يعني لم يقابل القوة بالقوة أو العنف بالعنف أو الدفع أو الضرب، لأنه كيف ما كان الحال هذيك سيدة، فبالتالي شنو اختار هو؟ اختار أنه يبعد عليها، ما واجهاش ملي جات لعنده، عوض أنه يعني يدفعها مثلا بقوة ويعنفها ويتعامل معها بشدة، اختار طريق الرفق وطريق اللين فبعد وهرب. ياك قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا الفحشاء شنو هو؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إذا هذه الفحشاء التي صرف الله عنه. السوء الذي صرف الله عنه شنو هو؟ السوء الذي صرف الله عنه هو الإذاية، أنها كانت غادي تآديه، تزشي حاجة تضربه بها، أنها تعنفه، فإذا صرف الله عنه الأمرين معا، ياك، وأعطاه التبات في ذاك الموقف. ثم قال تعالى إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. وشفنا الفرق بين المخلص والمخلص، وقلنا المخلص هو من نفسه والمخلص من قبل الله جل في علاه. وطبعا أخي الكريم أختي الكريمة، أنا اللي تكلمت لك على هذا القضية ديال الهم، جبت لك الحديث ياك، من هم بالحسنة قلنا بأنه ما دارهاش، من هم بالسيئة بمعنى ما دارهاش، هي واحد المستوى ديال التفكير، واحد المرتبة من مراتب التفكير ياك. أما زليخة ما كانش غير في التفكير، زليخة مشات للفعل وقالت له هيت لك. إذن هذا الهم اللي كتكلم عليه هذا النص وهذا الآية ماشي ذاك الهم ديال الفاحشة، وإنما هم السوء بيوسف. وقلنا السوء شنو هو؟ هو تعنيفه وضربه، والسوء الذي لم يهم به هو مقابلة العنف بالعنف والقوة بالقوة، وإنما اختار الرفق واللين واختار أن ينسحب. ولذلك سيد ربي شنو قال في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. نزلت في من؟ نزلت في اليهود اللي كانوا في المدينة، وشي واحد فيهم قال سيدنا محمد راه كتسألني شي حاجة أجي معايا نعطيها لك. ووقعت هذه القصة، أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف، هم أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وقعش ذاك شيء. إذن هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. سيد ربي كيتكلم في سورة غافر على الرسل ديال بني إسرائيل، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كل أمة كتحاول أن تأخذ ذاك الرسول ديالها وتقتله، ياك. ولكن حفظ الله تعالى واحد العدد من الرسل ما وقعوش في هذا الفخ هذا وما تقتلوش. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. إذن ما خرجوهش، هو خرج من تلقاء نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو المعنى ديال الهمة، قلنا كيكون خاطر، كيكون هاجس، حديث نفس، هم مراكي العزم وعاد كي الفعل. طيب استبق الباب، نأخذ فاصل ثم نلتقي. يا صلي وسلم دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخي الكريم أختي الكريمة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا وإياكم بالقبول ونيل المأمول، وأن يحقق لنا ولكم الرجاء ويستجيب لنا ولكم الدعاء،
وأن يبارك فينا وعلينا ويتقبل الله منا ومنكم. آمين آمين آمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا تنسونا من صالح الدعوات يا كرام. شكرا لإيمان مزاحم، شكرا هند كونينير في الإخراج وتنسيق الفقرات. كان معكم من وراء الميكروفون عبد المجيد أمزال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار.